بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين حبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين إلى جنات رب العالمين. صل يا رب وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين تامين بدوام ملكك يا الله، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. معاشر المؤمنين والمؤمنات، ها نحن ذا بفضل من الله تبارك وتعالى، ها نحن ذا نعيش الأيام العشرة الثانية من شهر رمضان المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل ما فات وأن يعيننا على ما هو آت. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرفع قدر إخواني وأخواتي بهذا الصيام والقيام. والواقع أن ربنا أنعم علينا أيها الأعزة أنعم علينا سبحانه وتعالى بالإسلام والإيمان، ثم أنعم علينا بالصيام والقيام، ثم أنعم علينا سبحانه بنعمة أخرى عظيمة، وهي هذا اللقاء وهذا التواصل المتجدد كل ليلة. هذه والله نعمة من أعظم وأجل وأبرك النعم، أن نجتمع كل ليلة قواماً بين يدي الله، وأن نجتمع كل ليلة على كلمة خير، على كلمة الهدى، على كلمة التقى، على هذه الخواطر الإيمانية التربوية التعليمية. فجمع الله عز وجل لنا الخير كله، وبارك لنا في حياتنا كلها. وأدعو نفسي أعزائي، مغتنما هذه الفرصة، أدعو نفسي وإخواني إلى الحرص عليها. الكثير من الأحبة، الكثير من الأحبة على كل حال لسوء تقدير، فإنهم كثيراً ما يحرمون من هذه الجلسة، مع العلم أن هذه الجلسة لقد لا تستغرق 20 دقيقة. فماذا ستضيف إليك هذه 20 دقيقة؟ غتنعس فيها زعما وترتاح؟ لا يمكن. وإنما هو خير يفوت العبد. وإننا أعزائي في هذا الشهر نحن في رباط ومجاهدة، نصبر، فإن الأيام كثيرة والليالي كثيرة، ولكن قليلة مثيلة هذه الأيام، وقليلة عزيزة مثيلة هذه الليالي. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير. كنا نتحدث أعزائي في ظلال حديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فكانت كلماتنا البارحة عن العمل الصالح، وأن الغرض من العمل ها هنا في الحديث هو العمل الصالح. وإن المؤمن في حياته كلها ما عنده من هم إلا أن يكون متخصصاً في العمل الصالح. هذه هي القضية الجوهرية التي يكرس حياته لأجلها. وإن رمضان المبارك أعزائي هو فرصة ذهبية للتدرب والتمرن على العمل الصالح، لأنه شهر حقيقة عجيب. فإن المؤمن في هذا الشهر يحرص أن يكون نهاره كله عملاً صالحاً، وأن يكون ليله كله عملاً صالحاً وطاعة لربه سبحانه.
فهو فرصة عجيبة، لا يصوم فقط عن الطعام والشراب، لا أبداً، وإنما يصوم بجوارحه كلها. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور، قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الذي يصوم ويغتاب الناس، الذي يصوم ويحتقر الناس، الذي يصوم ولا يصلح بين الناس، الذي يصوم ولا يحسن للناس، الذي يصوم ولا يرحم ولا يلين للخلق أجمعين، هذا صيامه مغشوش. ماشي هذا هو الصيام الذي أراده الله تبارك وتعالى أبداً. أن تصوم عن الطعام والشراب سهل، ليس صعباً أن تترك المأكل والمشرب، صعب وسهل. كيظهر لي في أمريكا صعب أن يترك الإنسان الكؤوس هكذا وهكذا، لكن الحقيقة أن الزهد والصيام عن الطعام والشراب سهل، ولكن الأصعب أن يصوم لسانك، لكن الأصعب أن تصوم عيناك عما حرمه الله. الإمام أحمد رحمه الله قالوا له: إن فلان تاب من كل الذنوب إلا من النظر، إلا من عنده العينين هكذا، إلا من النظر. فقال الإمام أحمد: وأي توبة هذه؟ أي توبة لمن كانت عيناه لا تغض عن محارم الله عز وجل؟ فرمضان فرصة ذهبية. ثم إنه أعزائي أحب هنا، ونحن نتحدث عن العمل الصالح وهو قضيتنا في شهرنا هذا، العمل الصالح ليكون صالحا يحبه الله ويرضاه الله لا بد فيه من شرطين اثنين كبيرين. كيفما كان هذا العمل، سواء كان قولا أو نية أو فعلا، لا بد فيه من كم قلنا من شرط؟ اثنين أو ثلاثة؟ شرطان اثنين. الشرط الأول أن يكون هذا العمل تبارك الله على الإخوة الأحبة، أن يكون خالصا لله جل جلاله، يعني لا يقوم به المؤمن إلا بغرض واحد، ما هو؟ أن يرضى الله عنك، ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، نقطة إلى الصدر. فالمؤمن يربي أبناءه ابتغاء وجه الله. تأتي النيات الأخرى تابعة، ولكن هذا هو الجوهر. فأنت تنشئ أبناءك تنشئة صالحة ليرضى الله عنك، وليكتب الله عز وجل لك هذه الصدقة الجارية. وتأتي النية الأخرى أن يكونوا صالحين، أن يكونوا إضافة مهمة لهذه الأمة، أن يكونوا من الشخصيات العظيمة التي ترفع راية الخير في البشرية كافة، أن تكون ذريتك أخي العزيز من الذرية العظيمة التي نأمل ونتوقع ونتشرف ونستشريف أن يحقق الله على أيديهم الخير الكثير. هذا كله داخل. أعزائي، كم من عمل نفسده بنياتنا، كم من عمل. فإذا سألت الواحد لماذا تربي الأرنب، قل: كنا أربيهم لأجدهم عند كبري، هذا عولي يرزم في التالي. قل: كنا لأجدهم، ماشي هذا هو الغرض. نشئهم لله. من خلقك أخي الحبيب؟ الله. وهل رب العزة سيكلك إلى غيرك؟ لا تتمنى أن يكلك الله إلى أحد ولو كانوا أبنائك، وإنما ربهم على الخير ابتغاء ما عند الله عز وجل، هذا هو الإخلاص. المرأة يتزوج العبد، لماذا تتزوج أنت؟ أنا أتزوج حباً طاعة لله، وحباً في مرضاته سبحانه وتعالى، لأحصن نفسي من الحرام، وأسهم في تنشئة مؤسسة تنتج الصالحين المصلحين وتخرج الصالحين المصلحين. هذه النية الطيبة في الزواج.
الناكح يريد العفاف. البنت لماذا تزوجت ابنتي؟ أنا تزوجت الحمد لله لأتحمل هذه المسؤولية لوجه الله وأغنم الأجر وأحسن إلى زوجي وأخرج الصالحين لهذه الأمة. دائما آخر حضرة، لماذا أنت تأكل؟ هذا عمل. أنا آكل لأتقوى على طاعة الله. السلام. لماذا تنام؟ أنا أنام لأتقوى على طاعة الله. فيكتب الله عز وجل لك نومك كما يكتب لك يقظتك. لماذا تتعب وتأتي إلى المسجد كل ليلة؟ لماذا؟ نجتمع مع المؤمنين لوجه الله. البعض يقول لك لا، وهناك مشاكل في المسجد، وهناك غيبة، وهناك نميمة، وهناك تتبع، وهناك إفساد. في بعض الأحيان يقول لك من أعجب ما أسمع بين الفينة والفينة أعزائي أن المتزوجين الجدد يتخوفون من المتزوجين القدامى. قلك راه كيبدا الخيط يدوز، ما كاينش اللي يفهم يمكن هذا الخيط كيدوز. يعني التواصل والتبادل صعب، صعب ان يترجم. فهناك تاثير وتاثر بشكل سلبي. شوف، من اعظم ما نتقرب به الى الله ان ننوي الخير في اخواننا واخواتنا بل وفي الناس. كل واحد كيتلقى النية ديالو، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. أخي الحبيب، أختي الكريمة، أعظم ما يعيننا على ما يسمى الإيجابية في هذه الدنيا أن نظن الخير، ظنه ولن تعدمه بإذن الله تعالى. فالإخلاص هو الشرط الأول. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو الإخلاص لرب العزة. فتكون حياتك كل حياتك طاعة لله، ويكتب الله لك أجر الأبناء وأجر الحفدة، ويكتب الله لك أجر الصحة وأجر المرض، ويكتب ويكتب. أنتم إخواني الأحبة أخواتي، هاجرتم إلى هذه البلاد، أغلبكم هاجر إلى هذه البلاد، وبفضل الله يمكن أن تكون هجرتكم هذه من أعظم الرباطات في سبيل الله، ومن أعظم الجهاد الذي تتقربون به إلى الله. لا تظن أن الجهاد هو هذا الذي يرتكبه الحمقى في المشرق والمغرب فيفجرون في الشرق والغرب، ويقتلون الأبرياء، ويقتلون الناس في المطارات. مصيبة هذه، روح الجهاد ما أنتم فيه من إعلاء كلمة الله بالصبر والمصابرة والمعاملة الحسنة والحوار الهادي، هذا هو الأصل. كلما أتيحت لنا هذه الفرص لا نعدل إلى غيرها، لا نفكر في غيرها. والآن ما الذي يمنع المسلمين أن يتحدثوا؟ ما الذي يمنع المسلمين أن يعلموا؟ ما الذي يمنع المسلمين أن يؤسسوا مؤسسة التربية والخير؟ لا أحد. وهذا هو المطلوب. ليس صعبا أن يذهب الواحد فيقتل نفسه، إنما الصعب هو أن تنشئ الناس على كلمة الله عز وجل، وأن تنشئ الشباب على كلمة الله، وأن تحافظوا على دين وهوية ولغة أبنائكم، ثم أن تدمجوهم الاندماج الصحيح والدمج الإيجابي في هذا المجتمع. لأن الإسلام لا يدعو نهائيا إلى العزلة، وإنما يدعو إلى الخلطة الإيجابية. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقد نزل عليكم في الكتاب، سمعوا هذه الآية، سبحان الله، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني هؤلاء يستهزئون بآيات الله، ولم ينهنا الله عن مقاطعتهم، وإنما بالطبع في تلك اللحظة إذا لم نستطع أن نؤثر فإننا نعتزل ذلك المجلس، ولكن سرعان ما نعود إلى تواصل معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. بل حتى السكارى والمخمورون متى نهانا الله عن عزلتهم؟
نهانا أن نجلس معهم على مائدة واحدة يدار عليها الخمر، ولكن أي فرصة أخرى ينبغي أن نكلم، أن نكون معهم، أن نمثل القدوة. شوفوا أيها الأحبة، شوفوا أكثروا من الابتسامة والانشراح والرضا، وستجدون الناس يلتجئون إليكم يسألونكم عن السر. قل لما أنت سعيد دائما؟ لما أنت مبتسم دائما؟ أما عندك مشاكل؟ قل له بلى، أنا عندي مشكل عويص كبير جدا، وهو الخوف من جهنم. ومع ذلك لما تبتسم؟ لأن طريق دخول الجنة هو المعاملة الحسنة والابتسام. وقولوا للناس حسنا. الإخلاص إذن هو الشرط الأول. أما الشرط الثاني ليكون العمل صالحا فهو المتابعة، متابعة الحبيب شكون؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كيظهر لعيته؟ هل الفطور ذهب وهضم؟ أسأل الله تعالى أن يبارك في أبدانكم، أن يبارك في دينكم. المهم حينما تتعبون أخبروني لأقف بعد ساعة من ذلك التعب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. المتابعة هذا هو الشرط الثاني. الصلاة نخلص فيها لله ونصلي كما كان يصلي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عازم في هذا الشهر المبارك، سأل الله تعالى يتيح لنا فرصة أن أراجع مع إخواني وأخواتي كيفية الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى السلام. أن نقيم ورشة تعليمية ولكن بالأداء، ونبدأ إحنا غير نعلم فابور. أتدرون ما الأداء الذي أحب؟ أحبه من الآن، هو رحمة على الوالد. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم حتى نلقى الله. فهذه ورشة إن شاء الله أسأل الله أن يتيح لنا فرصة لنفتتحها ونراجع، وسيكتشف الكثيرون أننا في حاجة إلى تعلم ماذا؟ الصلاة. صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه المتابعة. أنت لا تصلي كما تحب، لا، تصلي كما يحب الله. لا تزيد، قد تنقص فيكون تقصيرا في حق ربك، ولكن الزيادة تعني البدعة. لأن من الناس من اختلق عبادات في حياته، قلت لا أنا أجد راحتي هكذا. لا أبدا، لا تكون مؤمنا بحق حتى تجد راحتك فيما شرعه ربك سبحانه عز وجل. وهكذا الزواج كذلك هو عبادة لله تعالى، من أجمل وأبلغ العبادات النفسية والاجتماعية. والمتابعة واضح، أن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم في الاختيار، الاختيار كما يحب الله، انتهى الموضوع. وأول شرط في هذا الاختيار هو الدين. الرجل يبحث عن الدين أولا، والدين هو الهوية، والمرأة لا تقبل إلا الدين وتبحث عن الدين. والسلام قبل أن نسأل عن المال، عن الجمال، عن الطول، عن العرض. منهم من يسأل عن الوزن، قال لك ما بغاش أكثر من 60 كيلو حيلا بغى يعيد بها. ما غريب فعلا، والله غريب. ما منهم من نشوف ما كاين مشكل، ولكن ابحث أولا عن الدين، ثم بغيت 50 كيلو الله يعاون، بغيت 60 كيلو الله يعاون، بغيت 120 كاين. المهم هو الدين. فإذا أحببت الجمال بعد ذلك والمال بعد ذلك ما كاين مشكل، الله يزيدك من فضله. ولكن شوف، إذا أكثرت الشروط قل المشروط. ومن بحث عن صديق لا عيب فيه بقي دون صديق. واحد قدم لأهله، أراد أن يتزوج، قدم لأهله لائحة فيها عشرة من الشروط، فيها عشرة شروط: أن تكون بنتان، أن تكون كذا، أن تكون كذا، أن تكون كذا. فأخذوا يبحثوا، ومر بين الفين والفين يجلسون فيشطبون على شرط، حتى بقي شرط واحد: أن تكون أنثى. أه
الدين والأول والأساس. والدين معناه أن يكون هم العبدين أن يجاهد لينشئ لنا أسرة صالحة. والله يا إخواني مسؤولية الأسرة مسؤولية كبيرة جدا، ماشي سهلة. غير المسؤولية زوجتك ماشي سهلة، المسؤولية زوجك ماشي سهلة، لأن زوجتك هي طريق الصعود إلى الله، وزوجك هو مفتاح باب الجنة. إذن المسألة، أما الأبناء يا سلام، إذا لم ينتبه العبد ولم يكن في المستوى قد يخرج من صلبه من لا يعبد الله، يخرج من الصلب ديالك شي واحد يحارب الله ورسوله، وهذا كله ممكن. فلذا المسؤولية صعبة، فإذا دخلها المؤمن ينبغي أن يدخلها بنية المجاهدة في سبيل الله وبنية تحمل. والله إن الأمهات ليتحملن العجب العجب، لن تستطيع البشرية كلها أن توفي أجر الأمهات، لن تستطيع لن تستطيع لن تستطيع. فلذا جعل الله الجنة عند قدميها. فلذا أعزائي الإخلاص يجعل حياتنا كلها الزوجية، يجعل حياة المتزوج يجعلها كلها طاعة لله جل في علاه. فإذا قلنا أعزائي حتى أختم، إن للعمل الصالح شرطين كبيرين، شرطين أو ثلاثة؟ شرطان. الأول ما هو؟ هذه الناحية الإخلاص. والشرط الثاني ما هو؟ أنتم ناسين. الشرط الثاني هو المتابعة. نعم. والشرط الثالث الأخوات فنسأل الله أن يصلح أعمالنا وأن يتولى أمرنا وأن يغفر ذنبنا وأن يرفع درجاتنا. إخواني أخواتي أيها الأحبة، لا تحرمون من حضوركم غدا إن شاء الله تعالى، غدا إن شاء الله عند الإفطار، ما تحرموناش من حضوركم، احضروا هذا الخير، احضروا هذا المجلس الرباني، احضروا هذا المجلس الإيماني، حضوركم هو هدفنا، ما عندنا شيء آخر، ما عندنا طلب آخر، الحضور هو ما نحب أن نشترك جميعا وتكتبنا الملائكة جميعا وأننا حضرنا خيرا وحفلا وإفطارا من أجل دعم مركزنا وديننا وأمتنا وأبنائنا وشبابنا وشاباتنا. لا أحب أعزائي أن يكون واحد من إخواني وأخواتي محروما من أن يكتب في لائحة المستفيدين من هذا الخير. والذي سيجزيكم والذي سيتولى أمركم هو الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيراً.